ماذا تفعل إذا وجدت ثعبانا داخل منزلك؟ يتعرض الكثير من المواطنين للذعر الشديد إذا ما تم اكتشاف ثعبانا أو نوعا من الزواحف داخل المنزل، ويقف رب الأسرة في حالة من الخوف على أسرته حائلا لا يدرى ماذا يفعل. وزاد الأمر هذه الأيام بعد انتشار ظاهرة القمامة اللتامة التي شوارع العاصمة والمدن المختلفة، والتي أصبحت مرتعا للفئران وهي الغذاء الرئيس للثعابين. فحيثما توجد الفئران توجد الثعابين، ممن أدى إلى نشوء شركات للمكافحة اتخذت من استخراج الثعابين والزواحف منه لها، كما أنها تقوم وبصفة دورية بالإعلان عن نشاطها. من ناحية أخرى، فوجئنا بمعلومات جديدة عن أحد أنشطة الدفاع المنى، وهو تلقى البلاغات بخصوص وجود الثعابين في المنازل ويقومون باستخراجها. وهذه المعلومات لا يعرفها الكثيرون الذين يبحثون عن الرفاعية عند اكتشافهم وجود ثعبانا في منازلهم. تقول رانيا محمود ربة منزل: على الرغم من إقامتها في إحدى العمارات الجديدة، إلا أن فوجئت بثعبان كبير يدخل من الشباك إلى داخل الشقة، وابنتها على السرير عمرها 6 أشهر، ومت من الرعب عندما رأيته يدخل وراء الدولاب، ولم أعرف كيف أتصرف سوى طلب النجدة من الجيران، والذى تطوع أحدهم بطلب شخص يدعى الرفاعة من إحدى القرى القريبة، والذى قام بالفعل باستخراجه، وكانت لحظات مرعبة ظلت معه لوقت طويل. ويضيف نبيل مجاهد: موظف أسكن في عمارة مكونة من 10 طوابق، وبعض السكان يقومون بإلقاء القمامة في المنور، وبدأت الفئران تهاجم شقق العمارة بطريقة مفزعة، وكان لابد من إحضار عدد من العمال لتنظيف المنور للتخلص من الفئران. وأثناء التنظيف فأجى العمال بثعبان كبير يجرى على الأرض، وقال أحد العمال إنه بالتأكيد له وليف وأولاد وهربوا جميعا. ولرعبا طلب من النجدة التي حضرت وقامت برش مواد خاصة، ووجد زوج من الثعابين تم قتلها. والريف أيضا يعانى من هذه المشكلة، فقال أحمد أبو سليم من قرية صقيلي: الثعابين والفئرات والعقارب تنتشر في الريف أكثر من المدن، حيث تكثر المزارع والنخيل، ونتعرض للكثير من هذه المشكلات على الرغم من أنها قلت منذ انتشار الإنارة في كل مكان حتى الحقول، إلا أن انتشار الترع والمصارف الصغيرة غالبا ما تكون بيئة مناسبة للثعابين. ففي المنازل الطينية والتي ما زالت موجودة في بعض القرى يتعرض السكان للأذى والرعب من الثعابين، ولكن وغالبا ما يلجؤون للرفاعة لاستخراج الثعابين، والذى أصبح يتعامل بطرق مختلفة عن الماضى. ويحمل كارني يفيد أنه مؤهل لاستخراج الثعابين من بعض الجهات التي بيعه لها ما يستخرجه للحصول على السم أو للتجارة، والرفاعة عملة نادرة في الأرياف. وللتعرف على كيفية مكافحة الثعابين والفئران وكافة الزواحف تعرفنا على المختصين في هذا المجال. يقول عبد الله موسى خريج أحد المعاهد العليا: كونت أنا وعدد من أصدقاء المهندسين الزراعيين ذوي الخبرة ومجموعة من العمال المؤهلين وأشهر الصيادين المحترفين من قرية أبو رواش، وهي قرية مشهورة بهذه المهنة، شركة لمكافحة الحشرات، القوارض، الزواحف. وعندما نتلقى بلاغا من مواطن نذهب إلى المكان على شرط أن يكون مكان الثعبان محدد، ثم نمشي على الأثر، فهناك علامات ويتم اصطيادها بطرق خاصة تعتمد على إمساك الثعبان من مناطق معينة لشل حركته، وهذا يحتاج إلى تمرين. وغالبا ثعبان البيت لا يؤذى، فالثعبان السام لا يسكن المنازل، وإنما الصحراء والأراضي الزراعية. وهناك أكثر من 37 نوعا من الثعابين منتشرة في، منها عدد قليل سام، حوالي 7 أنواع مثل الكوبرا والبخاخ والحية المقرنة والقرعاء والحية الكاذبة والبراجيل. وهذه الأنواع السامة يتم صيدها لاستخدام سمها في الأبحاث العلمية، أما الدهن فيعتبر دواء شافيا لأمراض الروماتيزم.
ولكن المشكلة أن شكله مفزع ومخيف ويصيب الناس بالفزع. ولتأمين المكان برش مواد طارده للثعابين، وها عبارة عن هرمون معين من سم نوع قوى من الثعابين حول المبانة من الخارج لضمان عدم عودتها ودخولها للمكان مرة أخرى، وبذلك نكون قد حققنا الأمان الكامل للعميل. وهذه المكافحة تشمل الكلاب والقطط المسعورة وكل الزواحف. وماذا تفعل بالثعابين بعد ذلك؟ يتم وضعها في المزرعة، وفيها يتم إحاطة الثعبان ببيئة مماثلة للبيئة التي كان يعيش فيها، كما يوفر له نفس درجة الحرارة التي كان يعيش فيها لخلق مناخ يساعد على التزاوج للاستفادة من هذا الإنتاج. فتلبية الطلب المتزايد على الثعابين من جهات داخلية وخارجية، وتقدم للأفاعى وجبات من الفئران والسحالة وأحيانا الدجاج، ويزورها الطبيب بشكل دور لفحصها خوفا من موت الثعابين لأن ثمن غالي. وبطريقة أخرى يصطاد محمود عبد الستار من قرية أبو روش فيقول: هذه مهنتنا منذ عشرات السنين، وأصطاد عن طريق العصا والخطاف وأيضا ثعبانا آخر ليرشدنا بحاسة الشم عن وجود ثعابين بالمنازل وأحيانا في الشركات وغيرها من الأماكن، وأبدأ في التحرك والاستشعار على معرفة مكان الثعبان. أما في المزارع أو الفلات فتوجد الحيوانات الضارة الأخرى كالأفاعى والحيات والحرباء والعقرب والتمساح والسلاحف، ويتم استخراجها أيضا بهذه الطريقة. وفي إدارة الدفاع المدني بمنطقة العتبة التقينا مع أحد المسؤولين في غرفة العمليات، والذي رفض ذكر اسمه أكد أن من مهام الدفاع المدني إنقاذ المواطنين من أخطار الثعابين أو الحيوانات المسعورة، وإن كان الكثير من المواطنين لا يعلمون بهذه الخدمة نظرا لغياب الإعلان عن هذه الخدمات. وهذا هو دوركم كإعلاميين، وعندما نتلقى بلاغا بوجود ثعبان داخل أحد الشقق أو المنازل نتوجه فورا إلى المكان، ولكن على المواطن تحديد مكان الثعبان، ونحن نقوم برش المكان بثان أكسيد الكربون بأجهزة خاصة، حيث يتم تجميد الثعبان بدرجة 7 تحت الصفر، ثم تقطع رقبته، ونحن مستعدون للقيام بخدمة للمواطنين في وقت. كيفية التعامل مع الثعابين السامة؟ الابتعاد عنها. ابتعد عن الثعابين السامة دون التقرب منها. إن كنت بعيدا عنها فالتجنب أفضل. الخطوات البطيئة. إذا وجدت نفسك قريبا من ثعبان سام ابتعد ببطء دون حركات مفاجئة. الاحتراس داخل الأماكن المظلمة. تأكد من احتراسك داخل الأماكن المظلمة أو الأشجار حيث يمكن أن تختبئ الثعابين. عدم المحاولة للقتل. تجنب محاولة قتل الثعابين السامة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع وزيادة خطورته. الاتصال بالسلطات. في حالة مواجهة ثعبان سام قريبا أو تعرضك للعضة، قم بالاتصال بالسلطات المختصة على الفور. السلامة أولا. إذا كنت خارجا في البراري أو الطبيعة البرية، احرص على الابتعاد عن مواقع وأماكن احتمال وجود الثعابين السامة. عندما تجد في منزلك ثعبان يجب عليك التفكير جيدا في التصرف. عليك أن تعلم أن كل خطأ في هذه اللحظة سوف تدفع ثمنها كثير، خاصة إذا كان يوجد لديك أطفال موجودين معك في نفس المكان. يجب أن تبعدهم أولا عن المكان ماما، ثم تبدأ في البعد أنت بهدوء. وإذا وجدته في غرفة من الغرف في المنزل لابد من قفلها. امنح الثعبان مساحة لنفسه. توقف عن محاولة الإمساك بالثعبان إذا لم تكن قادرا على تحديد مكانه بالضبط، لكن عليك أن تكون على علم بأنه ربما يكون مدفوعا في مكان مغلق مثل دولاب أو زاوية أخرى. ابتعد عن الأماكن المزدحمة واترك أفراد عائلتك بعيدين عن الموقع، لأن من الصعب معرفة إذا ما كان الثعبان ساما دون رؤيته، وقد يكون في حالة تهيجن. يجب عليك أن تحذر في هذه اللحظة عندما يكون
ثعبان في حاله تهيج أن تبتعد، فتوقع أنه سوف يتصرف تصرفات غير محسوب يمكن أن تصيبك أو تصيب من حولك بإخطار جسيم. يجب عليك في هذه الحالة التحلي بالصبر والابتعاد عن المكان الذي يتواجد فيه الثعبان أنت وكل من معك، والاستعانة بعد الله بأحد عنده خبرة في صيد الثعابين. الأشخاص الذين لديهم خبرة في اصطيادهم يكون الأمر عليهم سهلا، لذلك يجب الاستعانة بعد الله بالأشخاص الذين لديهم خبرة في اصطياد الثعابين حتى لا نعرض أنفسنا للخطر من ناحية ومن ناحية أخرى لتجنب التجربة السيئة التي سوف تمر بها عند مواجهة الثعبان. لذلك يستوجب عليك مراسلة أهل الخبرة وإحضارهم إلى المنزل ليساعدونك. تجارب بعض الأشخاص. يقول أحد الأشخاص أنه عندما وجد ثعبان في منزله قام بخلاء المكان الذي يتواجد فيه الثعبان، حيث أنه كان يختبئ في حديقة المنزل، وعندما لاحظنا وجوده داخل الحديقة اختبأ بسرعة، ولكننا سرعان ما اتصلنا باحد المختصين لكي يخلصنا منه، وحضر وجاء معه بعض الأدوات الخاصة باصطياده، وقام بإخراج الثعبان من المكان في مدة لا تتجاوز 12 دقيقة. من محاولة طرده من البيت يعتبر النفتالين واحدا من الوسائل الشائعة والمستخدمة في العديد من المنتجات التجارية المصممة لهذا الغرض. إنها واحدة من أشهر المواد المستخدمة لصد الثعابين، وهي تعتبر خيارا مناسبا ومتاح بسهولة في أي منزل. رائحة النفتالين التي تكون مميزة عند استخدامه هو أيضا يستخدم في الحفاظ على الملابس. الثعابين تشكل تحديا للعديد من الأشخاص في المناطق السكنية سواء كانت سامة أو غير سامة. يمكن استخدام الشيح كوسيلة طبيعية لصد هذه الزواحف. يمكن تحقيق ذلك من خلال زراعة الشيح حول المنزل، حيث تنبعث منه روائح قوية تبعد الثعابين وتمنع اقترابها من المنطقة بشكل فعال. يمكنك وضعه في قطع من الشاش، ولكن تذكر أن الشيح لا ينفع في بعض الحالات، فيمكن أن لا يؤثر الشيح في بعض الزواحف نظرا لكثرتها عن اللازم. لهذا ينصح بالتخلص منها إذا عرفت مكانها، وهذا يكون الحل الأفضل في بعض الأحيان. لإن جاءت تجارب كثيرة بعد استخدام الشيح لم ينجح الأمر وظهرت بعض الزواحف عندهم، يا رب يحفظنا منها. فعند مشاهدتها في المنزل يمكن قراءة آية الكرسي عدد 7 مرات بنية تركها المنزل.